الجيش الروسي يستمر في التقدم والسيطرة على المدن الأوكرانية واحدة تلو الأخرى، وهذه التطورات هي تجري تقريبا باتجاه شبه جزيرة القرم. هذه هي شبه جزيرة القرم، طبعا هذه هي الأراضي الأوكرانية والمناطق التي يتم التطور فيها وتقدم العمليات العسكرية، هي تأتي في هذا الاتجاه طبعا، وكذلك تأتي من اتجاه إقليم دونباس بهذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نرى أين هو التقدم وما الذي جرى في هذه المنطقة. طبعا هنا هذه هي الحدود الخاصة التي تفصل شبه جزيرة القرم بهذه المنطقة عن الأراضي الأوكرانية. هذه هي خيرسون، وهنا كخوفكا، وكذلك هنا ميليتابول، وكذلك هنالك توم أو توكهاك بهذا الاتجاه، وكذلك بعد ذلك أيضا هنالك هذه المنطقة بردنياسك، وأيضا ماريبول بهذه المنطقة، وأيضا إنرغودار بهذا الاتجاه. الآن بالنسبة للتطورات خاصة إذا ما دعونا أيضا نأخذ هنا الحدود الإدارية أيضا لإقليم دونباس، لأن هنالك بعض التحركات التي تأتي بهذا الاتجاه، وهذه هي النقطة الفاصلة بين لوغانسك ودانييتسك. بالنسبة للقوات الروسية وجيش الروسي وما قام به الآن، هو نحن الآن في اليوم الخامس من هذه المعارك. هم تقدموا طبعا إلى خيرسون، سيطروا عليها وسيطروا على محطة المياه في كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية طبعا بكل تأكيد، وبعدها تقدموا إلى ميليتابول وسيطروا عليها، وكذلك إلى توكماك بهذا الاتجاه وهم حاصروها إلى يوم أمس، وبعد ذلك أيضا تقدموا إلى شمال بحر آزوف بهذا الاتجاه وحاصروا بردنياسك بهذه المنطقة، وكذلك بالنسبة لمناطق السيطرة في إقليم دونباس التي تأتي بهذا الاتجاه هم أيضا بدأوا بالضغط على هذه النقطة المتمثلة بماريبول. الذي جرى وجديد في هذا الأمر والذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية هي أن القوات الروسية والجيش الروسي تقدم إلى إنرغودار وسيطروا عليها تماما، وهذا يعني سيطرة القوات الروسية على مسافة كبيرة جدا ومساحة كبيرة جدا من هذا النهر الذي ترونه أمامكم، وهو نهر الدنيبر، وبذلك هم يسيطرون على 250 كيلو مترا من نهر الدنيبر، متوجهين طبعا مباشرة إلى شمال البحر الأسود. هنا طبعا شمال البحر الأسود، وهذا تقدم استراتيجي هائل للغاية. بالإضافة إلى ذلك هم تمكنوا أيضا من خلال الهجوم البري على بردنياسك، هذه المنطقة الساحلية المهمة جدا على بحر آزوف، أيضا هاجموا من خلال الكوماندوز الروسي عبر بحر آزوف، وبعدها سيطروا أيضا على بردنياسك، ومباشرة شرعوا بسرعة كبيرة جدا لمهاجمة هذه النقطة الأساسية وهي طبعا ماريبول بهذا الاتجاه. ماريبول تتعرض إلى هجوم من عدد من المناطق وقصف هائل جدا، هي تأتي طبعا من هذه المنطقة من دانييتسك بهذا الاتجاه، تأتي من اتجاه بردنياسك، وكذلك هي تأتي من هذه المنطقة طبعا بهذا الاتجاه. القوات الروسية أخذت محورا جديدا من شمال أيضا هذه المنطقة وهي ماريبول، وكذلك عبر بحر آزوف الكوماندوز الروسي يستمر في الضغط بهذا الاتجاه، ولذلك ماريبول الآن أصبحت عبارة عن منطقة محاصرة، وممكن في أي لحظة أن نسمع بأن الأمور قد انتهت، وخاصة كانت هنالك أخبار عاجلة الآن وردتنا بأن وزارة الدفاع الروسية أكدت اليوم بأن هنالك 100 جندي أوكراني ألقوا سلاحهم. علينا ألا استغرب إذا ما كان هذا الأمر هو متعلق في ماريبول، بكل تأكيد المنطقة محاصرة، ليس هنالك إمدادات، وبالتالي ممكن جدا أن تتم السيطرة عليها في أي لحظة، وأن يسلموا جنود الأوكران أنفسهم في أي لحظة بكل تأكيد. وهذا الأمر طبعا فيه تطور هائل جدا، يجعل القوات الروسية في موقف أنها بعد السيطرة على هذه المنطقة، معنى ذلك بأن بحر آزوف أصبح بحرا روسيا خالصا تسيطر عليه روسيا من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى ذلك هي تفتح الباب إلى ربط المنطقة والتقدم إلى نهر الدنيبر بهذا الاتجاه. بالنسبة إلى القوات الروسية، التقدم للسيطرة بشكل كامل على دانييتسك بهذا الاتجاه، والتقدم أيضا إلى لوغانسك، وتبقى النقطة الأساسية هي خاركيف التي يحاولون السيطرة عليها، وذلك من أجل ربط المنطقة بهذا الشكل بالنسبة إليهم، وبالتالي
يصبح نهر دنيبر عبارة عن خط دفاع مهم مهما تم ومهما كانت الهجمات التي تأتي بهذا الاتجاه من القوات الأوكرانية من أي قوات كانت، سيكون من الصعب جدا السيطرة على الموقف. وبالتالي هذا هو الموقف وهذا هو التقدم الذي جرى بالنسبة طبعا إلى القوات الروسية. وأيضا هنالك تطورات هائلة جدا هي تجري من ناحية القصف. الآن القصف هائل جدا، 75% من الجيش الروسي الآن هو أصبح في داخل الأراضي الأوكرانية، هم يضغطون ويقصفون خاركيف بشكل مكثف للغاية، كييف انفجارات هائلة جدا تجري في داخلها، وكذلك أوديسا يحاولون أن يضغطون عليها بشكل كبير بعد أن سيطروا طبعا على خيرسون وعلى هذه المنطقة بأكملها التي تحدثنا عنها. وبالتالي القوات الروسية تحاول الضغط على أوديسا للسيطرة عليها من أجل تأمين شمال البحر الأسود بعدما أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على بحر آزوف. قد نسمع ذلك طبعا في الساعات القادمة بشكل هائل، ولكن الأمر الأخطر هو ما يجري تجاه العاصمة الأوكرانية كييف. هذا التطور الذي يجري هو كشف من قبل ماكسار تكنولوجيز التي نشرت صورا في الأقمار الصناعية وتوضح بهذا الشكل الذي ترونه هذه الأرتال، الرتل كبير جدا وأرتال من القوات الروسية تتقدم عبر إيفان كييف، إحدى المناطق القريبة جدا من العاصمة الأوكرانية كييف بهذا الشكل، وهي تتقدم متوجهة طبعا كما تحدثنا إلى العاصمة الأوكرانية. هذا هو الشارع الذي تلاحظونه الذي تتقدم من خلاله. وإذا ما أخذنا عددا من العلامات المهمة المتعلقة هذه المنطقة، سنلاحظ بأننا مثلا إذا أخذنا هذه المنطقة الزراعية التي تأتي بهذا الشكل لكي نقارنها مع الأقمار الصناعية، هذه المنطقة المرتفعة الواضحة واضح أن هذه المنطقة هي منخفضة مقارنة بهذه المنطقة. وكذلك هنالك ما يقارب 5 بيوت بهذا الاتجاه مع الطريق الذي ذكرناه. وبالتالي دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نعرف أين تتحرك هذه الأرتال بالضبط وأين هي إيفان كييف. هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف وهذه هي إيفان كييف. دعونا نذهب إلى إيفان كييف، وعندما نقترب من إيفان كييف، هذه هي إيفان كييف المدينة بهذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى هذه المنطقة التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا لكي نقترب منها ونرى ما الذي يجري في هذه المنطقة. وإذا ما قلبنا هذه الصورة إلى اليمين قليلا، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات بالقمر الصناعي بهذا الاتجاه. هذه هي المنطقة الزراعية المزروعة طبعا بالأشجار بهذا الاتجاه، هذه هي المنطقة المرتفعة، وهذه هي المنازل التي تحدثنا عنها، وهذا هو الطريق الذي تسير فيه الأرتال الروسية. ما الذي يعني هذا؟ فالأرتال الروسية والرتل الكبير للقوات الروسية يعني بأن هذه القوات هي تتقدم من هذه المنطقة بهذا الاتجاه عبر إيفان كييف مباشرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي عندما نقارن هذه المنطقة التي تأتي والتي نتحدث عنها إيفان كييف، فهي تبعد عبارة عن 51 كيلومترا، هذا الرتل الهائل المتوجه إلى هذه العاصمة التي عانت معانته من عمليات القصف الكبيرة. كذلك يجب أن ننتبه ونفهم بأن هذا المطار أنتونوف وهذه المنطقة التي تأتي بعد هذا المطار كلها مسيطرة عليها من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى ذلك بأنهم أيضا تمت ملاحظة أن هنالك دبابات تأتي في هذه النقطة وهي منطقة اسمها بوروديانكا، فجأة ظهرت فيها الدبابات الروسية وهي تسير، وكذلك كانت هنالك معلومات واضحة بالصور موثقة بأن الدبابات والمدرعات الروسية توجهت إلى هذه النقطة وهي ماكاريف بهذا الاتجاه بعد قصف هائل للغاية تعرضت له هذه المنطقة. وهذا يوضح أن القوات الروسية لا تريد فقط التقدم من هذه المنطقة التي ترونها، وإنما هي تفكر في عملية محاصرت العاصمة الأوكرانية كييف، مع حقيقة مهمة جدا بأن وزارة الدفاع الروسية اليوم أكدت بأن الأجواء الأوكرانية أصبح مسيطرا عليها بالتمام والكمال، أي بما معنى أصبح من الصعب على الأوكرانيين أن يقوموا بأي عملية تحليق من أجل مواجهة القوات الروسية. وكذلك الانستيتيوت أوف وور حتى يوم أمس أوضحت بأن عمليات السيطرة للقوات الروسية هي تقريبا تأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه. وبالتالي الأمور قريبة للغاية، مع القصف مع الضرب مع ضربة اليوم تعرضت لها العاصمة كييف لإحدى الرادارات المهمة لها، وبالتالي هنالك مشاكل كبيرة جدا تعاني منها العاصمة الأوكرانية كييف. بالإضافة إلى ذلك أن هنالك قضية خطيرة جدا تجري في العاصمة الأوكرانية، ألا وهي أن هنالك مجاميع تعمل لصالح روسيا هي تهدف إلى اغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وهذه المعلومة كشفت عنها The Times البريطانية.
البريطانية اليوم، وقالت علمت صحيفة تايمز أن أكثر من 400 مرتزق روسي يعملون في كييف بأوامر من الكرملين لاغتيال الرئيس زيلينسكي وحكومته لتمهيد الطريق أمام موسكو لتولي زمام الأمور، وهذا ما دفع السلطات في أوكرانيا أن تفرض حظرا للتجول شديد للغاية لمدة 36 ساعة بسبب هذه القضية التي ممكن أن تقلب الموازين في ليلة وضحاها. ولكن بالنسبة للأوكرانيين أيضا هم يمتلكون الكثير من عوامل القوة حتى هذه اللحظة، فعند الحديث عن الأرتال التي تسير بهذا الشكل والتي تحدثنا عنها والتي كشفت عنها ماكسار تكنولوجيز، الآن الجيش الأوكراني بدأ يستخدم سلاحا مهما ألا وهو الطائرات المسيرة، وليست أي طائرة مسيرة لا أبدا، بل هي طائرة بيرقدار تي بي 2 التركية التي قاموا بشرائها منذ فترة ليست بالقليلة أبدا. وكانت روسيا منزعجة جدا من إمكانية بيع تركيا هذه الطائرات إلى أوكرانيا، وبدأت تظهر لقطات الضربات خلال 48 ساعة الماضية باستخدام هذه الطائرة، كما نشرت هذه المقاطع المصورة وزارة الدفاع الأوكرانية لضربات للأرتال الروسية بشكل هائل للغاية. وطبعا وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم أكدت بأن حصيلة القتلى من الجنود الروس وصلت إلى 5300 جندي روسي، بالإضافة إلى تدمير 191 دبابة روسية، بالإضافة إلى إسقاط 29 طائرة 29 مروحية، وأيضا نتحدث عن إحصائيات 816 مدرعة خاصة بالروس أيضا دمرت بهذا الشكل، والحديث عن أكثر من 70 قد نصل إلى 74 قطعة مدفعية دمرت على الطائرات المسيرة التي تمكنوا من إسقاطها. لذلك الخسائر ليست بالقليلة التي تتعرض لها القوات الروسية، بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للأوكرانيين هم حتى هذه اللحظة يسيطرون كما هو واضح على العاصمة الأوكرانية كييف، كذلك هنالك تشيرنهيف بهذا الاتجاه هم لا زالوا يسيطرون عليها وهي قريبة من الحدود مع بيلاروسيا، وأيضا لا زالوا رغم الضغط الكبير على خاركيف هم يسيطرون على خاركيف، وأيضا الجيش الأوكراني لا زال مسيطرا أيضا على أوديسا، وهذا يعني بأنهم لا زالوا يتقاسمون شمال البحر الأسود بهذين الاتجاهين، وأيضا هم موجودون أيضا موجودين بهذا الاتجاه مع بحر الدنيبر رغم أنهم خسروا الكثير من المناطق بهذا الاتجاه، لكن لا زال الجيش الأوكراني يمتلك ما يمتلكه. بالإضافة إلى ذلك الدعم الكبير الذي بدأوا يتمتعون به، الاتحاد الأوروبي قدم دعما هائلا جدا في الساعات القليلة الماضية، وبالعكس أنهم توجهوا بحسب جوزيف بوريل وهو مندوب الاتحاد الأوروبي مباشرة أعلن بأن هنالك رغبة كبيرة جدا في تقديم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى أن السويد دخلت على الخط، الدنمارك، الكثير من الدول تقدم مئات الآلاف من الصواريخ، وكذلك نتحدث عن صواريخ الأرض جو طبعا والصواريخ ضد الدروع والمدرعات وغيرها، وبالتالي هنالك مئات الآلاف من الأسلحة بدأت تدخل وتضخ إلى الداخل الأوكراني، وحتى أن مقاتلين أجانب بدأ طبعا شكلهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أجل القتال، وهنالك إقبال على القتال حتى من أوروبا مباشرة إلى الداخل الأوكراني ضد التقدم الروسي الذي نشهده طبعا بكل التأكيد. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية قامت ولأول مرة بعملية المصادقة ببيع صواريخ ستينجر، الصواريخ التي تعتبر أرض جو مؤثرة للغاية في العمليات والضربات التي ممكن أن تقوم بها ضد الطيران الروسي، وبالتالي الأوكرانيين يمتلكون الكثير هنا عندما نتحدث. وأيضا الضغط الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية جعل الروبل الروسي يعاني ما يعانيه، الروبل الروسي اليوم هو يعاني انهيارا بنسبة 41%، نتحدث هنا عن كل دولار أمريكي 90 روبل روسي، وبالتالي الأثار الاقتصادية صعبة للغاية مع التصريحات مع ضخ الأسلحة الذي نتحدث عنه. كل هذه الأمور جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحريك قوات الرد على الاستراتيجي، هذه القوات الهائلة جدا التي لديها إمكانيات في استخدام الأسلحة النووية دفاعيا وهجوميا وجو فضائيا، وهي قادرة على تقديم وتغيير المعادلة بشكل هائل، وكذلك بريطانيا هي ردت وقالت بأننا مستعدون لهذا الأمر، بل إن أيضا مسؤولا أمريكيا صرح إلى الواشنطن بوست ليلة يوم أمس قال بأن بيلاروسيا قررت أن تدخل في هذه المعارك وأن تدخل جيشها مباشرة لمساعدة الجيش الروسي في مهاجمة أوكرانيا، وهذه واحدة من التطورات الخطيرة للغاية، خاصة وأن في بيلاروسيا كان هنالك استفتاء لإصلاح الدستور في بيلاروسيا، وتم الاستفتاء وصوتوا على أن بيلاروسيا
روسيا يمكن لها الآن أن تستضيف وأن تمتلك أسلحة نووية. ومباشرة لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي كان واضحا وقال إذا ما بولندا قامت بنشر أي أسلحة نووية أو حتى ليتوانيا بهذا الاتجاه فإنني شخصيا سأذهب إلى فلاديمير بوتين لطلب الأسلحة النووية منه مباشرة لكي نأخذها ونستعيدها، لأنه هو لوكاشينكو أساسا هو سلم الأسلحة النووية في السابق فيستعيدها، وبالتالي نحن أمام تصعيد كبير. وهذا ما أوصلنا في نهاية المطاف إلى المفاوضات التي جرت على الحدود البيلاروسية الأوكرانية والتي استمرت لمدة 3 ساعات، والأوكرانيين عادوا للتشاور مع حكومتهم، وكذلك الروس عادوا إلى روسيا من أجل التشاور مع حكومتهم. وسنرى بالتأكيد ما الذي سيحدث، وإذا ما كانت هذه كافية لحل كل هذه الأزمة. سأناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا عبر السكايب من واشنطن، عضو الحزب الجمهورية الأمريكي السيد بشار جرار. أهلا وسهلا بك أستاذ بشار، وأود أن أبدأ بسؤالك من أينما انتهيت. ماذا عن المفاوضات التي جرت، وهل تعتقد أن هذه المفاوضات التي دامت لمدة 3 ساعات ممكن جدا أن تنهي هذه الحرب الكبيرة التي نراها أمامنا؟ أستاذ بشار هل تسمعني؟ طيب الأستاذ بشار يبدو غير موجودا حتى هذه اللحظة. إذن الأمور والتطورات، وعندما نتحدث عن أن بيلاروسيا دخلت على الخط في هذه المعارك بحسب هذه التقارير الأمريكية، ويجب أن لا نأخذ التقارير الأمريكية بأنها تقاريرا للتهويل أو للهستيريا أو غيرها من هذه الأمور، على الرغم من استهزاء روسيا كثيرا بالتقارير الأمريكية حول اقتحام القوات الروسية إلى داخل أوكرانيا، إلا أنه تبين في نهاية المطاف بأن التقارير الاستخبارية الأمريكية صحيحة، وفعلا أصبحنا أمام هجوم وحرب كبيرة بالضبط كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من المسؤولين الأمريكيين ومما صرحوا به للواشنطن بوست وغيرها. وبالتالي هنا نتحدث عن دخول بيلاروسيا في هذه المعادلة قد يكون خطيرا جدا، خاصة إذا ما وصلت هذه المفاوضات التي جرت بين الطرف الأوكراني وكذلك الطرف المهم جدا ألا وهو الروسي، في حالة أنها فشلت بكل تأكيد قد نكون أمام سيناريوهات مختلفة.